سائل يقول: نحن شركاء في شركة، شركة عائلية، الأب الأم الأولاد، نصيبنا في الشركة نسبة مئوية 36%. الوالد قرر يخرج الزكاة عننا، هل يلزم إن إخواني يعلمون معرفة تفصيلية بمقدار الزكوات الواجبة وإخراجها؟ طبعا الزكاة عبادة لابد فيها من نية. وأنا بذكر بمناسبة زكاة الفطر حتى، إن بعض الناس يخرج عن بعض، يتنفل بالإخراج عن بعض أقارب له، في الأصل لا يجب عليه أن يخرج عنهم، لكن تنفل، جزاه الله خير، ما على المحسنين من سبيل. لكن لابد أن يعلمهم حتى تتحقق نيتهم، فكأنهم وكلوه في إخراج هذه الزكاة، لما يطلعها صامتا لا يخبرهم ولا يعلمهم لا تبرأ ذمتهم بهذا، لأنهم لم يعلموا أن هناك من أخذ الزكاة نيابة عنهم، والزكاة لابد فيها من نية، شأنها شأن سائر العبادات. لكن يكفي العلم الإجمالي، مش لازم العلم التفصيلي. وأنا عندي شركة وقلت يا محاسب طلع لي الزكاة، خلاص أنا وكلته ومع توقيع وفوضته وحسب ووجه الزكاة إلى مصاريفها، وهو موضوع ثقتي، هذا القدر كافي في براءة الذمة. يعني لا يلزم معرفة التفاصيل، وإن كان طبعا القيم العام على الشركة ينبغي أن يتحقق أن الأمور قد تمت على وجهها، وأن الحساب كان دقيقا، وأنها وجهت إلى مصارف صحيحة، هذا من حيث الجملة. لكن في حالتنا هذه أب وأولاده، لا يلزم أن يعلم الأولاد على وجه التفصيل ما مقدار الزكاة التي أخرجت عنهم ولا لمن أخرجت. يكفي العلم الإجمالي أن الوالد تكفل بإخراج الزكاة نيابة عنهم براءة لذمتهم. العلم التفصيلي يكون عند المباشر لإخراج الزكاة حتى يخرجها على وجهها ولا يقصر في أداء الواجب عليه.